عايزاكي بطلنا. طب اسمعي انا جايلك ليه؟ واسمع ليه؟ اذا كانت اللي هتقولي الكلام مش جاي على مزاجي ولا على مزاجي والله، بس هنعمل ايه المصلحه بقى؟ مصلحه ايه اللي بيني وبينك؟ ولا انت هفك الشوق لحسن؟ حسن ده ايه اللي هيهفني الشوق عليه؟ حسن ده مش فارق معايا خالص، انا خرجته بره حساباتي. امال هزه طولك الحلو ده وجايه لحد عندي ليه؟ ما قلتلكيش ادخلي. على فكره انا ممكن امشي وانتي اللي خسرانه، وانا لو مشيت مش هرجع تاني. سمعت اني عبد الحكيم عندك. مالكيش فيه؟ يعني بدل ما تربي ولادك تربي ابن الخدامين؟ جاي على مزاجي. وبعدين ده ابن حسن مش ابن الخدامين، يعني من بيت عبد الجواد، البيت الكبير اللي خيره على البلد كلها يا لبنى. وماله؟ ساعات الواحد كده بيقعد يقنع نفسه بحاجات عشان عايز يصدقها. المهم. ايوه لخصي وقولي المهم، انا عايزه اسمع. انا ليا عندك حاجه وانتي ليكي عندي حاجه. انا ماليش حاجه عند حد ولا عايزه اي حاجه من حد يا لب، وخصوصا بقى انتي. صدقيني انتي محتاجاني قوي. ايه بقى الحاجه اللي انا محتاجاكي فيها؟ تعرفي مين قتل ابنك؟ هو انتي تعرفي؟ ايوه. مين؟ لازم توعديني الأول. بإيه؟ لا ما أنا مش هقولك ولا هقدم السبت إلا لما أخد الحد والاثنين والتلات وباقي أيام الأسبوع والسنة كلها كمان. أنا موافقة على أي حاجة. مين يا لبنى؟ تعرفي اللي أنا عايزاه الأول. موافقة على أي حاجة أنت عايزاه. تسلميني اللي قتل أبويا، هسلمك اللي قتل ابنك. تعالي هنا يا لبنى. تعالي هنا يا لبنى. انا قلت لك اللي انا عايزاه، فكري وانت حره. يعني انت بعد ما تعملي كده تسيبيني وتمشي؟ لبنى اعملي ايه يا ربي؟ اعملي ايه؟ كريمة وعبد الله يا رب. ماما 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 مالك يا حبيبتي؟ ماما رد عليا. ماما ماما ناديلي لبنى يا مفيدة. عبد الحكيم زين؟ كويس يا مفيدة، ضحكته حلوة شبهك انتي وابوه. لو عايزة في أي وقت تيجي تشوفيه تعالي. طب و... أنا اللي بقولك تقدري تيجي تشوفيه في أي وقت يا مفيدة، وتقعدي معاه كمان. ابنك في عيني، واللي هيبصله هاكله بسناني. أنا اللي هربيه وهكبره وهخليه سيد الناس كلها، وهقول له كمان إن أمه عايشة. أنتِ سايباه مع مين؟ سايباه مع شمس. عيال البيت الكبير كلهم عيالنا يا مفيدة. هنادي لك ست لبنى. ست ريتال تحت عاوزاكي. ريتال؟ خير يا دكتور. ازمه قلبيه، والحمد لله ان انتوا لحقتوها يا جماعه. ما حدش يسيبها لوحدها بعد كده، لازم دايما حد يفضل قاعد معاها. ولو انتوا مش فاضيين لازم تشوفوا اي حد يقعد معاها ياخد باله منها. عن اذنكم. اتفضل. مروان
انت يا اخوي، انا هقعد معاها، انا ما ورايش حاجه، كل واحد يروح يشوف حاله. انا هقعد مع مرات عمي وهشيلها جوا عيني زي امي. تمام، انا اللي هقعد مع ماما ومش راجعه مصر تاني اصلا. ازاي يا شهد؟ وشغلك هتعملي فيه ايه؟ شهد انا عاوزك. انا مش همشي غير لما اطمن على ماما. هتوجعال، وبعدين الدكتور لسه مطمنا، وشمس وزينب هيقعدوا معاها. احنا هنروح مشوار صغيرك ده وبعدين نرجع طوالي. يلا بينا. خلاص يا حبيبتي روحي من ورا تلاقيش. ربنا يستر. كنت متأكدة إنك هتيجي. رميتي الطعم ومشيتي يا لبنى. قلتي إيه؟ مش لما أعرف الأول؟ هتعملي اللي قلتلك عليه؟ من عندي قبل العندي. طب اتفضلي، تعالي نقعد. هيا لب، قولي. نادية. ايه غريبة؟ ما خطرتش في دماغك صح؟ نادية هي اللي رتبت لكل حاجة، عايزة تنتقم منك ومن أمك، مش كده وبس، عايزة تنتقم كمان من زينة اللي اتجوزت مروان وهي لسه بتحبه، عايزة تنتقم من كريمة وبناتها اللي شهدوا ضدها، والسبب إن يتلف حوالين رقبتها حبل المشنقة. اللي جابك على ملا وشك يا شاهد؟ يا بنت عمي ما تخليش عقلي يودي ويجيب. بصراحة مش عارفة بعد اللي حصل أوريك وش إزاي يا مروان. اللي حصل مات خلاص ولا كأنه حصل. أمال إيه؟ قولي لي اللي جلجك واللي جابك من مصر وقلت إن أنت مش عاوزة ترجعي تاني، وانت شاهد المحامية الكبيرة أحسن واحدة في العيلة دي. أنا كنت دايماً أقول لزينب إن شاهد دي عقلها يوزن بلد. أو الله العظيم لما أخد نوح كده في حضني أقول له لازم تطلع زي خالتك، راجل جنون، لا قاضي قد الدنيا، وانت اللي هتذاكري له وهتفهميه وهتحببه في الشغلانة دي. إيه مش عاوز تتكلمي معايا؟ أنا قلت إن انت فهمت اللي أنا بسعاله، أول لما قلتي إن المال ما يتقسمش والأرض ما تتوزعش. مش عارفة أقول لك إيه. عزت مش كده؟ قولي لي حصل إيه؟ هو إحنا ليه عملنا في نفسنا كده يا ابن عم؟ انسي اللي فات ولا كأنه موجود وهاتي من جديد. ما هو اللي فات هو اللي بيتحكم فينا لحد النهاردة يا مروان. ولا ليه أي عايزة. أقول لك أنا هتصرف. مش لما تعرف إيه اللي حصل الأول. أنا فاهم وعارف كويس قوي. وناوي تعمل ايه؟ هتعرف يا شاهد. اطلب منك دلوقتي انك تروح مرت عمك جبريه تقولي لها ان انت كنت هتجيلها اول ما جيت البلد، بس اللي اخرك اللي حصل لامك، تاخديها في حضنك وسالي على فوزيه ولادها بدر. جربي منهم يا شاهد، جربي ما تبعديش شيء.